بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 16 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. بداية، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة، بارك الله فيكم، في هذا السؤال الذي بعثه صاحبه، يسأل حفظكم الله عن أهمية الوقت بالنسبة للمسلم، ويقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالوقت له أهمية، وهو الفرصة التي بيد العبد يستغله فيما ينفعه قبل فواته وانقضائه. فإن أهل النار يوم القيامة يتحسرون على ما فاتهم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله أعطاهم هذا الوقت، لكنهم فرطوا به وندموا على ذلك وتمنوا الاستدراك وقد فات. ولأهمية الوقت، فإن الله جل وعلا أقسم به في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن ضيع الوقت فهو خاسر، ولا يستثنى من هذا أحد. كل من ضيع وقته فهو خاسر، إما أن يكون خسرانا عظيما لا ينجبر، وإما أن يكون خسرانا دون ذلك، لكنه على كل حال خسران. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن استفاد واستثمر وقته في هذه الأمور الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإنه ينجو من هذه الخسارة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لأن الصحة فرصة قوة، يستطيع العبد يعمل ويستطيع يكتسب ويستطيع، لكن المريض لا يستطيع، يعجزه المرض. ولهذا جاء في الحديث حث على أن يغتنم الإنسان صحته قبل مرضه. والثاني الفراغ من الأشغال، إذا انشغل الإنسان بدنياه وبأموره وبمشاكله فإنه يترك العمل الصالح أو يقل أو يعجز عنه. فإذا عافاه الله من الشواغل والمشاكل، فينبغي أن يستغل فراغه في طاعة الله عز وجل فيما ينفعه. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من أشغال الدنيا وأعمالها فانصب في العبادة لطاعة الله عز وجل والرغبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: هل يجوز الجمع بين الصلوات من غير عذر؟ وما صحة الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في الصلاة بدون خوف ولا مرض؟ نعم، الحديث هذا وارد وهو في الصحيح، ولكنه مشكل، لأن الله جعل الصلاة في مواقيت محددة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بينها له جبريل عليه السلام، بينها لأمته قولا وفعلا. الصلوات كل صلاة لها وقت: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر شرعي: إما السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وإما المرض الذي يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما تخفيفا عليه، وإما لمطر يبل الثياب أو وحل في الأرض بعد المطر، وذلك بين المغرب والعشاء. هذه هي الأعذار التي تبيح الجمع. وأما هذا الحديث فيعتبرونه من مشكلات الحديث، لكن يرد إلى الأحاديث المفصلة والأحاديث المحكمة المبينة له فيما ذكرناه، أن
أنه يجمع عند السفر، يجمع للمرض، يجمع للخوف، يجمع للخوف، يجمع للسفر، يجمع للمرض، يجمع للمطر. ثلاثة هذه الأمور يجمع للمطر بين المغرب والعشاء. فيرد هذا الحديث إلى هذه الأحاديث، لأن المتشابه يرد إلى المحكم. هذه قاعدة عند أهل العلم مجمع عليها. أما أن يجمع من غير عذر هذا لا يجوز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا الحديث يحمل على الجمع لعذر، وإذا لم يمكن الجمع فإنه يعمل بالأحاديث الواضحة ويترك الحديث المشكل. هذه قاعدة عند أهل العلم، أن الحديث المشكل يترك ويعمل بالواضح البين الذي لا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وهل البرد عذر شرعي للجمع أو الصلاة في البيت؟ ذكر العلماء أنه يجمع بين المغرب والعشاء لريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، اجتمعت هذه الأمور، ريح قوية وباردة بردا شديدا وظلام الليل، يجمع بين المغرب والعشاء خاصة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: كيف أتخلص من كيد الشيطان؟ بالاستعاذة بالله منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ومن استعاذ بالله أعاذه. كذلك تتخلص من الشيطان برفض وساوسه التي يلقيها عليك ولا تلتفت إليها. تتخلص أيضا من الشيطان بطاعة الله عز وجل، بأن تعصي الشيطان وتطيع الله عز وجل. فإذا أمرك الشيطان بشيء فاعصه، وإذا نهاك عن شيء فافعله، لأن الشيطان لا يأمرك إلا بالمعصية ولا ينهاك إلا عن الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما توجيه فضيلتكم لمن يسابق الإمام فلا ينتظر حتى ينتهي الإمام أو يسكت من قول الله الله أكبر أو حتى في السلام؟ هذا منهي عنه، مسابقة الإمام محرمة، وإذا تعمد هذا بطلت صلاته. قوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث. فلا يجوز مسابقة الإمام ولا موافقته، بل لا بد أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام. نعم. فضيلة الشيخ صالح هذا يقول: بارك الله فيكم، يتوجه كثير من الناس إلى الأطباء النفسيين جهلا منهم بهدي الكتاب والسنة، ما هو توجيه فضيلتكم لهؤلاء؟ لا مانع من ذلك، الأطباء النفسيين إذا كان عندهم خبرة وعلم بهذا الشيء يذهب إليهم، لأنه قد يكون عند الإنسان مرض أعصاب يعرفه الأطباء ويعالجونه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل أيضا يقول: ما الواجب على كل من الزوجين نحو الآخر؟ الواجب على كل من الزوجين نحو الآخر العشرة بالمعروف. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والرجال عليهن درجة، وكل منهم يعاشر الآخر بالمعروف، بمعنى أنه يؤدي له حقه عليه. الزوج يؤدي حقوق الزوجة التي أوجبها الله عليه، والزوجة تؤدي حقوق الزوج التي أوجبها الله عليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول: ما حكم ما يقع به كثير من المسلمين في بعض البلدان في الخارج من الطواف حول القبور والأضرحة، ويتقربون إليها مع زعمهم أنهم لا يعبدونها وإنما يتوسلون بها إلى الله، هو الرد على هؤلاء؟ هذا تناقض، أنهم يطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بالأموات ويقولون نحن لا نعبد إلا الله، هذا كذب، لأن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك ولا يعبد الله عز وجل عبادة حقيقية، عبادة معها شرك أكبر والعياذ بالله. فلا يجوز الطواف بالقبور، لا يطاف إلا بالكعبة المشرفة التي هي بيت الله العتيق، يطاف بها تقربا إلى الله عز وجل طاعة لله، ولا يطاف في أي مكان أو في أي بنية في الأرض، لا القبور ولا غيره، لأن هذا ابتداع في دين الله وشرك بالله عز وجل. إذا قصد التقرب إلى الأموات بالطواف صار مشركا، لأن الطواف عبادة، إذا قصد التقرب إلى الميت بالطواف حوله صار شركا أكبر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل المال الحرام يمنع إجابة الدعاء؟ نعم،
هذا صح في الحديث، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام مشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني لا يستجاب له، كيف يستجاب له؟ هذه حاله والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز للعاطس في الصلاة أن يقول الحمد لله؟ نعم يقولها، لكن لا يرفع صوته بها لما بينه وبين نفسه. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول ما هي علامات دلائل رضا الله عني أو عن عباده بشكل عام؟ توفيق الله جل وعلا لك بالخير دليل على رضاه عنك، إذا وفقك الله لفعل الطاعات والخيرات وأداء الواجبات وترك المحرمات، فقك لبر والديك والإحسان إلى أولادك وإلى الناس، هذا دليل على رضا الله عز وجل عنك. نعم. يسأل حفظكم الله يقول هل هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ لا يحضرني يعني لفظ هذا الحديث أنه بهذه العبارة، ولكن معناه صحيح أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. بارك الله فيكم، هذا السائل يقول كيف نجمع بين قول الله عز وجل إن بعض الظن إثم، لفظ الحديث إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. وأما الظن بالناس، يعني يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني الظن بالناس، إن بعض الظن إثم، فلا يظن بالمسلم سوءا، لأن الأصل في المسلم الخير، فلا يظن به سوءا ويحسن الظن بإخوانه. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن استودع مبلغا من المال للصدقة، هل يجوز أن يأخذ شيئا منه مع نية الضمان للحاجة؟ لا يجوز له ذلك، لأنه أمين، لأنه مؤتمن أمانة، هذا المال أمانة عنده، فلا يأخذ منها شيئا لنفسه إلا بإذن صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول ما هي شهادة الزور وما حكمها؟ شهادة الزور هي شهادة الكذب، أن يشهد على كذب، هذه شهادة الزور، مأخوذة من التزوير وهو التزيين والزخرفة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم أو أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وحقوق الوالدين، إلى أن اعتمد من اتكائه، كان متكئا فاعتمد وجلس، وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. في الحديث لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار والعياذ بالله، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، والشاهد يجب أن يشهد عن علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فيشهد على ما يعلم، ما شهدنا إلا بما علمنا، لا يشهد بالظن أو بكلام الناس دون تثبت، دون تثبت من الأمر. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول إذا استأجرت أجيرا لعمل ما ثم لم يتم عمله، فهل يلزمني إعطائه أجرة الجزء الذي عمل فيه؟ نعم لازم تعطيه ما عمل وتحسم الشيء الذي لم يعمله. نعم. بارك الله فيكم، فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله يسأل عن العقيقة حفظكم الله، هل فيه شيء لو اجتمعت العائلة على أكلها؟ لا شيء فيه، ولكن الأكمل والأفضل أن يتصدق منها ولو بقليل. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل حفظكم الله عن الرياء، هل هو إذا دخل العمل الصالح هل هو مبطل له؟ نعم، الرياء يبطل العمل الذي وقع فيه وخالطه، لما في الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه وقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، في الحديث أنه يقال للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء، وذلك أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه من الرياء ومن الشرك الأكبر والأصغر، وكان صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون خاليا من البدع والمحدثات. نعم. أحسن الله إليكم، هذه أم زايد تسأل وترغب من فضيلتكم الحديث عن تصرف بعض الآباء مع أبنائهم وتفضيل بعض الآباء أبناء على آخرين. لا يجوز، هذا جور، تفضيل بعض
الأولاد على بعض هذا من الجور الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال إني لا أشهد على جور لما أراد أو طلب منه بعض الصحابة يشهد على عطية أعطاها لبعض أولاده، قال صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد العزيز من الرياض تقول السلام عليكم يا شيخ، هل على الأخ إثم إذا قام بتزويج أخواته إذا كان الأب يرفض دون سبب والبنت موافقة والبنات قد بلغوا فوق 30 والوالد لا يريد ذلك؟ يكون هذا عند المحكمة، لا يزوجهن الأخ مع وجود الأب إلا من عند المحكمة لأجل أن ينقل الولاية من الوالد إلى الأخ. نعم. فضيلة الشيخ صالح بارك الله فيكم، هذا السائل يقول هل المؤمن لو أصابته مصيبة كبيرة في حياته وتضجر منها هل يفقد الأجر نهائيا أم ينقص؟ إذا لم يتكلم ولم يتسخط فإن هذا لا يضر، كونه يتألم منها في داخل نفسه ولم يتضجر ولم يتسخط سخط فإنه لا يضره ذلك بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول سمعنا أن الإيمان يزيد وينقص، هل ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ أما الإيمان فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، فهو يتفاوت، وهذا بلا شك، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كما يقول بارك الله فيكم، وهل عبادة القبور كدعاء غير الله والذبح؟ نعم، الدعاء من العبادة، من دعا غير الله فقد أشرك بالله عز وجل، ولا يعذرون بالجهل لأنهم يسمعون القرآن، يسمعون الأحاديث، يسمعون المواعظ، تقرأ عليهم الكتب، لكنهم يعاندون ويقلدون من أدركوه على هذا الشيء ولا يقبلون النصيحة، فهم غير معذورين وليسوا جهالا، أنه بلغتهم الحجة وهم يقرؤون القرآن ويسمعونه، ومن بلغه القرآن قامت عليه الحجة، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول السائل هل يجب قضاء الفوائت من الصلاة بالترتيب؟ لابد من الترتيب، إذا قضى فوائت عليه فإنه يبدأ بالأولى ثم التي بعدها ثم التي بعدها، وإذا كانت عدة أيام يبدأ باليوم الأول صلوات الخمس مرتبة ثم اليوم الثاني مرتبة وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.